سيء العادي بالنسبة للانتخابات لاحظته وكونه كل المكاتب تم فتحها بطريقة بنسبة 100%، ما ثم حتى تأخير في عملية الفتح. عوان مكاتب الاقتراع، أعضاء مكاتب الاقتراع كلهم كانوا متواجدين كذلك في التوقيت بدون حتى غياب وبدون حتى تأخير، كذلك هم مشكورين، معناها حتى القائمة التكميلية ما استحقناهاش تحسبا لهذه الغيابات. لاحظناها كذلك 270 ألف في ساعتين، معناها يعتبر رقم هام معتبر بالمقارنة حتى مع المسارات السابقة. في نفس الوقت في الخارج اليوم الثالث من التصويت، يوم أمس إلى حدود الساعة السادسة 927 مواطن قاموا بعملية التصويت، بالرغم وأنهم ثلاثة دوائر فقط، كل دائرة فيها مترشح وحيد. المترشح الوحيد هذا باش نعلن فوزه مهما كانت عدد الأصوات اللي تحصل عليها، ينجم يكون معطى يأثر في نسبة الأقبال. ورغم ذلك 927 مواطن تونسي في اليوم الثاني مشوا لعملية الاقتراع، اليوم ما زالت متواصلة وإن شاء الله تزيد ترتفع في الخارج.